انزين دكتور، الحين خلينا نقول ان الام مثلا البيبي مريض وما كانت تدري ان طفلها مريض وما عندها يمكن حتى الجهاز اللي يقيس الحراره، طبعا هذا ضروري لازم كل ام توفر عندها بالبيت عشان هي تتاكد من نفسها قبل لا تروح الطبيب. خلينا نقول اذا كانت حراره الطفل مرتفعه شلون الام تتعامل معها بالبيت قبل ما تروح المستشفى؟ صحيح، هلا الحراره بهالعمر هيدا من اليوم لثلاث اشهر ما المفروض يصير طفل عنده حرارة. صح. إذا صار في حرارة معناتها في شيء غير طبيعي أو في شيء غلط صار، يعني في شيء غير طبيعي. هلأ الحرارة أول شيء تنعرف الحرارة اللي هي ممكن 37.8 وما فوق. وكيف بدنا ناخدها؟ ممكن ناخدها تحت الباط واللي هي أفضل شيء وأسهل شيء للأم. واللي بالأذن دكتور؟ قبل ما نوصل للأذن اللي هي تحت الباط بدنا نزيدها نص درجة. إذا طلعت 37 تحت الباط بتكون هي الحرارة فعلياً 37.5. فهي مهم نعرفها. بالأذن لا ما منزيد على شيء، منيح اللي بالأذن دقيق بس دائماً يعني أنا شخصياً بفضل اللي تحت الباط. كانوا أيام زمان ياخدوها بالمخرج، مش أيام زمان يعني صح، بعضهم لهلأ بياخدوها بالمخرج. مزعج جداً، وصحيح هي الحرارة المركزية تبع الجسم بس الأفضل ما ياخذها، ما تتاخذ. حين الاجهزه تطورت دكتور صحيح، في وايد شغلات. فمش هيك تحت الباط او بالاذن، بالاذن ما مزيد عليها شيء، الحراره 37.8 وما فوق منبلش نقول انه في شيء غير طبيعي. اول شغله بتبلش الام انه تخفف اللباس. بتعرفي نحن كعرب منغطي كثير ومنلف كثير، كلنا متخيلين ان البيبي بردان صحيح. وهو اصلا على طول بردان حران، حتى لو نحن بردانين هو بردان، حتى لو مش بردان. فنحن لا، اول شغله بتشيلها انه بتخفف عنه اللباس او الاغطيه اللي حاطتها وبترجع بتاخذها. اذا ثبت انه فعلا في حراره 38 اول شغله بدها تشوف كيف تعامل الطفل، يعني كيف تصرفاته. عاده معود عليه هو بيلعب بيتحرك منيح، حركته منيحه، رضاعته منيحه. اذا بلشت تخف رضاعته، بلشت حركته تخف، بلش ين الصوت الانين او بيقولوا له الانين يعني، اذا في مش مرتاح الريتابيليتي بيقولوا لها يعني منزعج، كل هولي اسباب انه تروح تشوف الطبيب. لانه ما المفروض تعالج الحراره فقط، لانه اذا بعالج الحراره بدها تنزل. اذا بعطيه بنادول او اي دواء خافض للحراره ممكن تخبي الموضوع، تلاقي انه الحراره اختفت والولد ممكن يكون عنده لا سمح الله شيء جدي، يعني مثل لا سمح الله في كثير اسباب للحراره. بس نحن بنخاف دائما من السحايا اللي هي ممكن تيجي معها، مثل ما عم اقول لك الطفل بيكون مش مرتاح، جلده ممكن يكون بقع. يعني دائما دكتور الام تخاف من الحراره، لكن انا سمعت ان اذا مثلا الام ما تدري يعني نايمه والبيبي قاعده ترتفع حرارته ممكن يسوي تلف حق الخلايا، هذا هالمعلومه صحيحه؟ صحيح. هلا الموضوع الحراره بحد ذاتها، الحراره هي عامل دفاعي للجسم، لانه الحراره بارتفاعها بتكون عم تقتل البكتيريا والفيروسز. بس الانسان سبحان الله ما بيقدر يتحمل ارتفاع الحراره اكثر من رقم معين. صح. يعني ساعتها بتصير هو بحد ذاتها الحراره مش هي المشكل، هي سببها اللي بخوف. هلا في اطفال بيعملوا بسموها فيبرايل كونفولجن، بس مش بهالعمر عاده، اللي هي بصير يعني مع الحراره يهز كل جسمه، يعني يرجف الجسم، يرجف غير الرشفه العاديه. اللي هي الرشفه العاديه ممكن تكون عامل من عوامل انه مش متحمل الحراره، بينما لا هديك الفيبرايل كونفولجن اللي هي الهزه مع الحراره هاي ما بتجي بهالعمر عاده، اكبر من بتجي للاكبر. صحيح. فبالنسبه للحراره انه تاثر على الدماغ بحد ذاتها هي ما بتاثر على الدماغ الا اذا وصلت لدرجات عاليه. لان يعني انا اسمع ان وايد الناس يتكلمون، يمكن حتى الامهات يخافون من الحراره وايد. ليش دكتور؟ تنتشر عندنا بعض الاشاعات اللي يقولون ان مثلا وحده ولدها صار يعني ان حاشة اعاقه او صار في شيء بسبب الحراره، مش سبب الحراره درجة. مو معقوله لا مش سبب الحراره، هي بسبب السبب تبع الحراره. لانه اسباب الحراره قلت لك ممكن تكون سحايا. هلا الام ما عارفه اذا عنده سحايا ولا لا، طلعت حرارته وصار اللي صار. عاده الحراره بحد ذاتها ما بتعمل تلف للدماغ يعني، والا لا سمح الله كنا شفنا مشاكل كثير بالمجتمع. في اولاد تطلع حرارتهم 40 بتلاقيه عم يلعب، هيدا ما في مشكله. في اولاد عم بحكي عن الكبار، في اولاد تطلع حرارتهم 38 بتلاقيه مش متحملها. اي صح. فالفكره هي بقد ايه بيقدر الطفل يتحمل الحراره. نحن مشكلتنا بالثلاث اشهر ونزول ما بيتحملوا عاده الحراره بسهوله، دغري بتلاقيه خفت تحركته، ما عم يرضع كما يجب. هالتفاصيل كلها ممكن
بتأدي انه لا لازم تاخده عند الطبيب حتى واكيد راح تلقى ان شاء الله الحل الانسب عند الدكتور ان شاء الله. الشفاء من عند الله ان شاء الله. امين دكتور. يعني هم بعد يمكن في بعد شغله مهمه عند الطفل دائما تصير، يمكن الام ما تعرف شلون تتعامل معاها، اللي هي شلون لما يختنق. خلينا نقول لو الام قاعده ترضع البيبي، وخصوصا في بعض الامهات يعني الله يسامحهم يحطون الرضعه بحج البيبي ثبتونها على اي شيء هو صغير، يعني ما يعرف يمسكها ما يعرف يتعامل معاها. صحيح. فممكن انه يشرق فيختنق، شو ممكن الأم تتعامل مع هالحالة؟ هلا أهم شيء نحن بنبتدي بالوقاية، اللي هي إنه الأم مش لازم ترضع طفلة هو نايم، يعني الطفل هو نايم ما المفروض يرضع، لأنه خلاص إنه بس إيه لازم دائما يقعد تقريبا حتى لو صغير عمره 3 شهور لازم تحطه بشكل صح نصف مستقيم، يعني مش هتحطه توقفه بس نصف مستقيم وترضعه، لأنه أوقات الطفل سبحان الله بصير في عنده ترجيع، والترجيع ممكن يدخل بالمجرى الهواء، ولما بيدخل بمجرى الهواء بتصير هونيك المشاكل الاختناق. هلا هيدي هي احدى حالات الطوارئ. اهم شيء هي تحطه توقف اكيد الرضاعه وتحطه على جنبه، وتحاول اذا في شيء ينشال من الحليب، يعني تحاول تشيله من تمه بدون ما تحط اصبعه او اي شيء منشان يقدر يتنفس. انا بقول في هاي احدى مشاكل الصعوبات بالتنفس. هلا في مشاكل تانية انا حابب احكي عنها، هي الالتهابات الشعب الهوائية الدقيقة اللي عم بتصير هلا تحت 3 اشهر بهالجو بهالموسم، يعني لانه جاي الفيروس او البكتيريا شوي قوي، يعني عم بيأثر كثير على الاطفال، عم يدخلوا المستشفيات ما عم يتحملوا بسهولة مثل السنوات الماضية، بيكون فقط عنده نشلة ببلش تزيد بتنزل على الصدر وبيبلش عنده ضيق النفس، واللي هي التهاب للشعب الهوائية الدقيقة بسموها البرونكيولايتس، وهي ممكن تأثر على التنفس كمان. أنا بس بدي أقول أنه الشعب الهوائية صغيرة أصلاً عند الطفل، فكيف إذا بصير فيه التهاب صح. فيها بتصير تعمل إفرازات بتسكر هالشعب الهوائي وما يقدر يتنفس، فبدها تنتبه الأم لأكثر من موضوع. هو أول شيء إذا في سرعة بالتنفس، إذا رضعته خفت، إذا في لا سمح الله زرقاق، إذا في حرارة عالية، وأهم شيء إذا في ضيق تنفس. مشكلة دكتور بعد ضيق تنفس وهو يبكي وما يتنفس عدل. صحيح. هذه الأشياء كلها لأنه ممكن يسبب هبوط بالأكسجين عنده، فالأفضل دائما تشوف طبيبة بهالأسباب اللي قلتهم، أنه رضعته خفت، حرارة مرتفعة، وضيق تنفس، لأنه في له علاج. العلاج مش مباشر للفيروس لأنه ما له علاج الفيروس يعني بهالعمر. صح. بس أهم شيء في علاج ليساعد توسع بالشعب الهوائية الدقيقة. وأنا بركز على شغلة أهم من العلاج، دائما الوقاية أهم. أكيد. الوقاية هي أنه إذا عنده طفل صغير وعنده أطفال كبار ما نخلطهم مع بعض، مش إذا بده يجي يبوسه تسمح له، فلان بيحمله وخالتها وحماتها كل هذا دكتور انت حل، لأنه هو من يولد البيبي الكل يتيمع عليه وكل واحد صحيح. شايلة بمكان فينقل العدوى. السبب أنا عم بذكرها مقصودة حتى ما يجوا كلهم، أنه مولود صغير بدنا نبعد عنه، مرضى بدنا نبعد عنه، أطفال بيكونوا بعد مرضى وما مبين عندهم المرض. صح. فممكن لانه المرض على السنتين مش مثل المرض على الشهر، يتحمل ممكن اكثر من هالبيبي بالضبط، فبدهم ينتبهوا لهالموضوع. الغسيل الايدين بشكل قبل ما نهتم فيه للطفل، وبعد التدخين نمتنع عن التدخين بالبيوت، يعني خلي يخفون الناس يعني يبطلون انانيه شويه يراعون في بيبي، لانه بالاخير التدخين السلبي اللي الطفل بيدخنه، انه اذا الاب او الام او حدا عم بيدخن بالبيت الطفل عنده تدخين سلبي، وهذا بياثر بيزيد من مشكله ضيقه النفس. صح. اكيد في حالات هي اللي عندهم المولودين الخدج اللي عندهم مشاكل بالرئة اللي عندهم مشاكل بالقلب، هول بيكونوا عرضة أكثر إنه يجي هالفيروس أو هالبكتيريا يضايقهم أكثر بالتنفس. أكيد. كل الشكر الدكتور رأفت راعد، يعني أعطيتنا معلومات وايد مهمة ومفيدة حق كل الأمهات اللي عندهم بيبي يبون يعرفون شلون يتعاملون مع هالطفل، وأتمنى لكم إن شاء الله اليوم عرفتوا واستفدتوا من هالمعلومات. نشوفكم إن شاء الله مرة ثانية، نكمل الحين معاكم باقي فقراتنا في صباح الوطن.